وإلى وقفتنا الفنية والغنائية مع الفنانة الشابة كارمن سليمان التي طرحت مؤخرا أغنية حبيبي مش حبيبي بفيديو كليب تلعب فيه دور مطربة مشهورة، والأغنية طرحت ضمن ألبوم أخباري، وتعاونت كارمن في الكليب مع المخرج أحمد عبد القادر. وللمزيد عن جديدة تنضم إلينا من القاهرة الفنانة الشابة كارمن سليمان. صباح الخير يا كارمن، منورتنا اليوم من القاهرة. خلينا نبتدي من الجديد وألبومك أخباري، إذا تحكينا عن الألبوم، كم أغنية يضم، مين تعاملتي وهكذا. حبيبتي صباح الهنا وصباح الخير على كل جمهور صباح العربية اللي انت بيتابعنا دلوقتي. والله الألبوم بتاعي كان بيضم 12 أغنية تقريبا. كانت تجربة صعبة بصراحة عليا، قعدت فيها فترة طويلة قوي علشان أقدر أن أنا أحضر حاجة كويسة تريحني أنا يعني نفسيا أني عملت اللي عليا وتبسط جمهوري. نعم جميل. كم أغنية في السي دي؟ 12 أغنية. أيوة بالضبط. منهم أغنية أخباري اللي هي أيوة. كلمات عبد اللطيف آل الشيخ طبعا، وألحان الفنان العرب محمد عبده. نعم طبعا إنه فنان العرب يلحن لي، دي كانت يعني بمثابة يعني حلم بالنسبة لي. كنت مبسوطة جدا، وكنت شايفة انه اقل حاجة ممكن اقدمها لي انه اسمي الالبوم على اسم الاغنية اللي عاملها لي. نعم. طيب ممكن بما انه ذكرت محمد عبده، يعني في دنيا بطمة يمكن هجمتك على تعاونك مع محمد عبده وظهورك معاه في كليب، انه هي عمارة حتكون في، او يعني ما حبذت فكرة انه شبهتك ان انت كنت موديل في كليب محمد عبده، شو تردي عليها؟ والله يعني كل واحد لي رأي، وكل واحد يعني اكيد ممكن دي حاجه تناسبه ممكن لا. انا بالنسبه لي اول ما عرفت انه فنان العرب بنفسه عايزني ابقى ضيفه شرف في الكليب، ما ترددتش لحظه ووافقت على طول، انه يعني حاجه هتتحط في تاريخي وفي رصيدي، وانا مع قامه فنيه يعني رهيبه ما شاء الله. ف يعني انا مش يعني مش متضايقه خالص من الكلام اللي هي قالته، لانه كل واحد ليه رايه، كل واحد. انتم اصدقاء يا كارمن؟ يعني هل انتم اصدقاء؟ لان انا دنيا حبيبتي طبعا، بس يعني هو الفكره انه اشغالنا بتخلينا ما نتكلمش كتير. موضوع التنافس يعني مثلا انا كنت طالعه في الـ في الـ في الكليب ده، انا شايفه انه انا ضيفه شرف، انا مش شايفه ان انا جميل. يعني طب ايش رايك تغني لنا اغنيه اخباري؟ ما حسيتش بفكره الموديل دي ابدا. ايش رايك تغني لنا اغنيه اخباري؟ اكيد تفضلي. اكيد ما بي ابدا اسمع اخبارك، وما بك بتسمع اخباري، القلب ما تحرقه نارك، القلب ما تحرقه نارك، يلي انحرق قلبك بناري، ناري 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 ناري. الله عليك. طيب خلينا نتكلم، يعني ايش اللهجات اللي تضمن البومك؟ يعني غنيت اللهجة الخليجية واكيد اللهجة المصرية، لو تحدثينا أكثر عن اللهجات اللي في الألبوم. لا هو بصراحة دي اللهجة الوحيدة الخليجية، يعني هي دي الأغنية الوحيدة اللي في الألبوم اللي مش مصري، باقي الألبوم كله مصري. بصراحة أنا يعني أنا بحب جدا أغني بلهجات كتير، بس الفرصة ما سنحتش أنه أنا يعني أختار لهجات تانية. أيوة. ما رح تغني لبناني مثلا؟ طبعا انا يعني طبعا اكيد هعمل ده، اكيد هعمل ده في يوم من الايام. انا بحب، غير اني حتى بغني بلهجات كتير، انا بحب اغني بلغات حتى لو انا مش فاهماها.
لاني ببقى حابه المزيكا بتاعتها. ايوه فاكيد لازم اغني بنفس اللهجه، فبحب قوي دي، بحسها يعني هوايه عندي. طب كارمن ايش رايك تسمعينا كمان شيء تاني بصوتك الحلو، اذا حابه من الالبوم او اذا حابه شيء تاني انت تختاريه وتحسي انه حلو على الصبح تفضلي. اكيد. ليك وحشة يا حبيبي تعالى، ده انا حالتي في بعادك حالة، في القلب اشواق متشالة، وحنين يكفي الكون ويفيد، لبلاد حبيبي ما تاخدوني، تعبانة من دمع عيوني، لو مهما في غرام لموني، انا حعمل قلبي وما يريد صبرا في البعد، انا صبرا يا ناسين انا فكرة، وبعيش على امل ان انا الاقيك صبرا في البعد، انا صبرا يا ناسين انا فكرة، لما بتوحشنا انا بحلم بيك. الله عليك يا كارمن. بس في دقة يعني باختصار، هل في عندك تعاون مع اي فنان بتحضري لي حاليا دويتو مثلا او؟ والله ما فيش لسه حاجة معينة، لا ما فيش دويتو، بس المفروض ان انا بحضر لسه سينجلز، بس لسه يعني بختارها انا والشركة، لسه ما حددناش حاجة معينة. نعم. هتطلعي في عرب ايدل؟ هل عندك ظهور في عرب ايدل؟ والله والله دي لسه حاجة انا ما عرفهاش لحد دلوقتي. اي بس اكيد ان شاء الله لو في نصيب يعني اتمنى طبعا، لانه دي الحاجة اللي عرفتني على الجمهور الجميل. كمان انا عندي هطلع في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية السنة دي ان شاء الله. وبشكر الموسيقار حلمي بكر لمساعدته ليا اني ابقى في المهرجان السنه دي. واحنا بنتمنى لك كل التوفيق يا كارمن، وان شاء الله نشوفك منورانا هنا في عرب ايدل في كل الاماكن يعني. الفنانه شابه كارمن سليمان ضيفه صباح العربيه من القاهره، شكرا لك.